ومن النمسا إلى إنجلترا. أولى مفاجآتنا النهاردة في من خلال حلقتنا في البيت الكبير النهارده، وواحد من اساطير مانشستر يونايتد وواحد من ابرز المدربين في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، معانا من انجلترا عبر زوم ستيف بروس. خليني ارحب بيه طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا على استضافتي. انا اتمنى ان يكون الجميع بخير. لك مسيرة طويلة مع الأندية الإنجليزية، ولكن تظل تجربتك مع نادي هال سيتي واحدة من أفضل التجارب في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبالتأهل مرتين للبريميوم ليج والوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والمشاركة لمرة واحدة في تاريخ النادي ببطولة اليوروبا ليج. كلمني عن ذكرياتك مع هذه التجربة، ثم التعاقد مع ثلاث لاعبين مصريين منهم جدو وأحمد فتحي بخلاف أحمد المحمدي طبعا. حسنا، بالطبع أبدأ بأحمد المحمدي. هو لاعب خاص مميز بالنسبة لي. أنا تعاملت مع لاعبين مصريين، ولكني لم أتعامل مع مثل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت. لا أعرف لماذا لا يوجد الكثير من اللاعبين المصريين في إنجلترا، ولكن على مدى 3 سنوات تعاملت معهم في النادي وجدت التزاما، وأود أن أرى المزيد من اللاعبين المصريين، ولكن خصوصا أحمد المحمدي. هو تغلب على كثير من الصعاب خصوصا في ساندرلاند، وبعد ذلك أخذته معي مرة أخرى. هو شارك معي في ساندرلاند وشارك معي مع هول سيتي، والآن هو السفير لنادي أستون فيلا. فبالتالي أستطيع أن أقول خلال 10 سنوات كان أفضل لاعب مصري تعاملت معه، وأيضا تعاملت مع أحمد فتحي. وسامحني إذا كانت عربيتي لغتي العربية ليست بنفس القوة، ولكن خصوصا محمد ناجي جدو كان مهاجما جيدا جدا على مستوى كرة القدم وعلى المستوى الشخصي أيضا. فبالتالي 3 لاعبين ساعدوني أن أتأهل للدوري الإنجليزي، فبالتالي كانت مسيرة رائعة بمصاحبتهم. في وقت التعاقد مع جدو وفتحي لهال سيتي قلت انك واثق من نجاحهم لانهم قادمين من النادي الاهلي اللي وصفته في ذلك الوقت بمانشستر يونايتد افريقيا. كيف ترى النادي الاهلي وتأهله لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي؟ هذا كان منذ زمن بعيد. أنا بالفعل كنت أشاهد كرة القدم المصرية، وبالتالي لا يمكنك أن تتخطى الأهلي، فالأهلي هو الأبرز في مصر. بالطبع فتحي وجدو كان مميزين، ولكن الأهلي بالطبع هو كان بالنسبة لي مانشستر يونايتد مصر. لديه الشعبية الأكبر في مصر وأفريقيا، هو أشهر نادي في أفريقيا على مستوى العالم. أعتقد أن الأهلي لديه أكبر عدد من المشجعين في أفريقيا وليس في مصر فقط. لديه الآن 11 بطولة إفريقية على مستوى دوري الأبطال. في رأيي هو النادي الأبرز في مصر وإفريقيا. دكتور عاصم علام اللي توفى السنة اللي فاتت ومالك نادي هال سيتي الحقيقة، وواحد من عشاق النادي الأهلي، عاصم علام كان محب كبير للنادي الأهلي وكان دائم الزيارة للنادي الأهلي، تقول إيه برضو يعني في ظل إحنا بنتكلم عن هذا الرجل الكبير والعظيم؟ حسنا، هو من أحضرني إلى هول سيتي. أعتقد أنه عمل بجد مع النادي وكان مخلصا. السيد علام كان إنسانا مخلصا جدا. هو لم يذهب إلى مصر كثيرا، ولكنه كان محبا كثيرا للكرة المصرية وكرة النادي الأهلي بالخصوص. السبب الذي أحضرني إلى هال سيتي كان هو صراحة السيد علام. قال لي: ستيف، أنا أريدك أن تقود الفريق. الأمر ليس فقط يتعلق بكرة القدم، ولكن يجب أن أخبرك، أنا أود أن أراك تدير النادي معي، أو أنا أدعمك طوال الوقت، ليس فقط على المستوى المادي، ولكنك مسؤولا أمامي عن كل أمر إداري خاص بالفريق. هذا كان بالنسبة لي كالموسيقى على مسامعي.
أنا كنت سعيدا جدا لإدارة الأمور ببساطة وبهدوء. بالفعل استطعنا أن نتأهل مرتين واستطعنا أن نصل إلى نهائي كأس الاتحاد. دكتور علام بعد وقت طويل من قيادة الأندية الإنجليزية قد فارق الحياة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي. طيب خلينا نروح مع حضرتك لموضوع مهم جدا. موضوع اولا، ايه رايك باللي بيحصل في الكره السعوديه وانتقال عدد كبير من النجوم العالميين الى الكره السعوديه؟ ده اولا. ثانيا، هل تعتقد ان محمد صلاح وليفربول هيكمل في ليفربول ولا سينتقل الى السعوديه؟ حسنا، الأمر أصبح ذو وتيرة سريعة جدا أن نرى ما يحدث في السعودية. كميات ضخمة من الأموال تنفق على الكرة هناك، يحاولون بشكل جدي أن يظهروا الكرة السعودية في مصاف الدول الكبرى، وهذا قد دفعهم إلى تعاقدات كبيرة. الأكبر الآن هو منافستهم على توقيع محمد صلاح، وهذا تساؤل كبير: هل سيترك ليفربول محمد صلاح ويستسلم للأموال السعودية في لاعب عمره 31 عاما؟ لا أستطيع أن أقول أن ليفربول لن يستطيع أن يقاوم الأموال، ولكن ما يحدث الآن في السعودية هو أمر فريد من نوعه. أستطيع أن أقول أن غالبية لاعبي العالم يريدون أن ينتقلوا إلى هناك. الأمر أصبح سريعا، أنا متحمس كثيرا لأرى ماذا سيحدث خلال موسم الانتقالات الحالي. أيضا إذا كنا نتكلم عن طفرة، فطفرة في نيوكاسل اللي حضرتك كنت أحد رموزه، طفرة كبيرة جدا الحقيقة، وأنا عرفت أن أنت كنت من الناس اللي رشحت إيدي هاو لتولي المسؤولية من بعدك. يعني حسنا، الآن أنا سعيد لأرى نيوكاسل. أنا من مدينة نيوكاسل، حينما أرى كم الأموال التي تصرف هناك بشكل سليم للمنافسة على 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 أندية للتواجد في أندية القمة في إنجلترا، فبالتالي هذا يعتمد أساسيا على كمية المال التي تصرف. كما نرى الآن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال ينفقون الكثير من الأموال على صفقاتهم، فبالتالي نيوكاسل الآن في مرحلة مختلفة تحت القيادة السعودية صندوق الاستثمار. فأعتقد أن جمهور نيوكاسل سعيد بالتغير الذي حدث. أستطيع أن أقول أن الفريق في حالة أفضل الآن تحت قيادة إيدي هاو. أستطيع أن أقول أن التوقعات الخاصة بجمهور نيوكاسل مختلفة الآن، يريدون الوصول لنقطة أبعد في الشامبيونز ليج، يريدون أن يصل لنقطة أبعد في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ولكن خصوصا في دوري الأبطال يريدون أن ينافسوا على دوري الأبطال. هل سيتراجع ستيف بروس عن الاعتزال خصوصا في ظل اهتمام أندية كبرى داخل وخارج إنجلترا بالتعاقد معه؟ حسن، هو ستيف بروس يريد أن يعود بالطبع، ولكن بعد أول اعتزال أو بعد اعتزالي بعد 46 عام في الملاعب، أستطيع أن أقول أن النهاية قد اقتربت وقد قررت أن أتخذ هذا القرار، ولكن ربما أعود، من يعرف، داخل إنجلترا أو خارج إنجلترا. الأمر معلق. نعم، أود أن أعود للعمل، ولكن لنرى ماذا سيحدث خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة. ربما يوما ما أتواجد في مصر، من يعرف. يعني لو جالك عرض في مصر خلال الفترة اللي جاية، هل من الممكن أن توافق عليه؟ في مصر بقى، مش في السعودية. نعم، إذا كنت ستكون وكيل أعمالي، لما لا؟ أنا أود ذلك، ولكن من يعرف، فكرة القدم جيدة جدا في مصر. لا أريد أن أغلق الباب أمام أي عرض أو أي فرصة في مصر، في أي مكان في العالم، في أوروبا، خارج أوروبا، من يعرف. أريد أن أترك الباب مواربا لأي نادي، لنرى. أنا بشكرك جدا ستيف بروس على وجودك معانا النهاردة وعلى كل هذه الآراء اللي حضرتك شرفتنا بيها. شكرا جزيلا.
ستيف بروس زوم معنا من انجلترا، الحقيقه اسطوره مانشستر يونايتد والمدير الفني السابق لنادي نيوكاسل.